اهلا بيكم في برنامج البرنامج. النهارده قبل ما ابتدي الحلقه، انتوا عارفين ساعات بيجي لنا ضيوف وبنفضل نقفي معاهم، بس النهارده احنا ما عندناش ضيف عادي. احنا الحقيقه احنا معانا بطل بمعنى الكلمه، ده فعلا نتقال عليه بطل. احنا معانا احمد حراره هنا. ازيك يا احمد؟ انا زيك يا حبيبي، ربنا يخليك. شكرا جدا، شكرا. الحلقه جايه باذن الله. اهلا بكم في برنامج البرنامج. معلش حاجات وقعت هنا، ثانيه واحده تاني حاجات. اهلا بكم. مبدئيا هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. فالنتاين قبل الجواز غير خالص بعد الجواز، صح؟ قبل الجواز I'll get you flowers, get you chocolates. Yes baby. بعد الجواز النهارده حبيبي فالنتاين، ها؟ يعني فاحنا الحقيقه حابين نهني مصر والامه العربيه بالعيد اللي ملوش اي لازمه ده. طبعا الرجاله هنا واخدين تذاكر مجاني وبيتفشخروا بيها قدام مراتاتهم مجاني على فكره. ما دفع مش مشكله. يلا المهم، عيد حب سعيد علينا كلنا. الجبهة السلفية في مصر تؤكد أن عيد الفالنتاين غير شرعي أو أخلاقي وتدعو فقط للحب الشرعي. اللي هو عامل إزاي؟ يا تامر، ده اللي هو من فوق الهدوم يعني. يلا يتلغي، وفروا. هي جت على دي يعني، ما يعني الفالنتاين حرام، تهنئة المسيحيين حرام، المزيكا، الفن، السياحة، العيشة واللي عايشينها حرام. يا ده احنا هنشوف ايام. بمناسبة الحب والفالنتاين، في حب بقى من نوع تاني، من قلب تاني، قلب الأم. بمناسبة الأم، بمناسبة الأم، الحقيقة الدكتور هشام أنديل قال كلام على أمهات مصر استفز البلد كلها والستات بالذات مكتوبة بالزين ليه. المفروض تبقى بالذال، أنا آسف مش بالذات، أنا آسف، معلش. ما علينا. صدر التصريح ده من الدكتور أنديل خلال اجتماعه مع وسائل الإعلام. صدور تصريح زي ده من راجل في المنصب ده سهل على ناس كتير انتقاد الحكومة وانتقاد الدكتور هشام أنديل بالذات. رئيس الوزراء في واد آخر. الحقيقة رئيس الحكومة أبهرني الحقيقة الأسبوع اللي فات بقضية ثدي، يعني مش عارفة أقول. استني بقى، لما بتطلع صدرها ترضع ابنها بيبقى صدرها مش نظيف. ومصر لن ترضع. ازاي قبلت هذه الإهانة للست المصرية؟ اللي الستات المصريات ما بتقومش بعملية تنظيف بالأزداء القذرة. الحقيقة في الحلمات الحلقات، معلش احنا عندنا مشكلة، في عندنا حد صارت املة هنا، معلش. الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا على حاجات كتير عملتها الحكومة، بس المرة دي وسائل الإعلام بلغت في هجوم على الدكتور أنديل. مش لازم ناخد الأمور على صدرنا، الراجل برضو قلبه على البلد. طب ما فيش حد عاقل كده تناول التصريح ده بشكل موضوعي؟ حد كده بياخد وقته في التفكير والكلام؟ تصريحات رئيس الوزراء اللي ليه علاقة بالرضاعة. ثانية، أنا عارف الوش ده. الحمد لله على السلامة يا أستاذ عمرو. حضرتك لسه عايز ترجع برضه؟ ألف سلامة، ألف سلامة. يعني معلش، أصل النهاردة بدل ما نتكلم عن الرضاعة قلنا نحلب أم النكتة ديت. اسفين، اتفضل حضرتك. وانه ازاي اغلب الاطفال في مصر بيجيلهم اسهال؟ اسهال؟ لا دي مش عندي، دي ثانيه واحده.
مع نفسك حضرتك. طيب طب يعني المشكله دلوقتي كلها ان البيبيهات اللي بترضع بيجي لها اسهال. طب يعني دي فتره مؤقته يعني بتقف عند سنتين، مش ازمه يعني، الا لو كان واحد له شان في الدوله، عضو مجلس الشعب، عمده، حزب وطني شويه، اخوان شويتين. كراجل ولي عهد العموديه فتره الرضاعه بتاعتي ما كانتش سنتين زي باقي الناس، لان مش مواطن عادي يعني ولي عهد عموديه، ففتره الرضاعه استمرت تقريبا 6 سنين لغايه ما دخلت اولى ابتدائي. لا عمده يعني. وقفت ليه يا راجل؟ ما كنت تكمل. طب لو سيادتك عشان تبقى عمده فضلت ترضع 6 سنين، اللي عايز يوصل لمنصب اعلى من كده في البلد الفطن امتى؟ بس انت مش اي حد، انت تستحق برضه. فيعني ام مجدي سمير انهكت معايا جدا في الموضوع ده، حتى ولدها مجدي كان دايما يقول لي حرام عليك يا اخي انت خليت امي جلد على عظم. ام مجدي سمير؟ طب مجدي سكت ازاي؟ بلاش مجدي، طب استاذ سمير. طيب ما علينا، دي ناس ما عندهاش مشكلة في السيد الحنين. طب بقيت الناس اللي ما عندهاش إلا الحكومة، اللي تصريحاتها وقراراتها خلتنا مش عارفين هي عايزة إيه مننا بالظبط. اللي عايز يأكل ويشرب ده هيفضل يأكل بعد 12 بالليل؟ يا أخي لغاية 12 بالليل ده لو كان بعد 12 بالليل يجيله بطنه توجعه، هينام إزاي؟ برأيي الشخصي إن مصر يجب أن تتحول إلى دولة نهارية. اللي هيصر بعد الساعة 12 ده هيشتغل إزاي الصبح؟ مش هيشتغل؟ هيصر طول الليل وينام طول النهار؟ ما هو على فكرة ده أنا عايز أعرف هو حر؟ لا معلش اسمح لي يعني هو حر ولا ما عنديش كهرباء؟ لما تشغل التكييف على 25 درجة مئوية ويعني وتبتدي ملابس قطنية. ده إيه السعادة اللي أنت فيها دي؟ البسوا ملابس قطنية، ومن ساعتها واحنا بنلبس مش قطن بس، كل حاجة. المشكلة ما كانتش في التصريحات دي على قد ما كانت في الطريقة اللي اتقالت بيها. احنا الحقيقة لاحظنا حاجة غريبة في طريقة تعامل الحكومة مع الشعب. لا هي مش غريبة، هي حاجة قريبة، حاجة فاميليار، حاجة بتفكرنا بحد، حد عزيز علينا كلنا. كرب أسرة، كرب أسرة. الشعب الآن في مرحلة الأولاد والأجهزة أو الجهاز الذي يستعين به في مقام الأب والأم. مصرنا وشعبنا أمانة في رقابنا. أمنا حكومة. يا حبيبة أنا كده فهمت، دكتور قنديل لما كان بيتكلم على إرضاء الأطفال ما كانش بيتهم الستات بحاجة لا سمح الله، ده كان بينصحهم، بيتكلم عن خبرة، هو عارف الحكومة بتعاملنا زي أمنا، إحنا ولاد الحكومة. دلوقتي بس أنا فهمت كل قرارات الحكومة بقت منطقية، هم خايفين هم خايفين علينا وعلى مصلحتنا، هم عملوا كده عشان حاجة تانية خالص. الناس مبسوطة بالقرار والناس فرحانة انها هتشتغل بدري وهتنام بدري، حتى لو عملنا كده دي حاجات جميلة جدا، نشرب اللبن وننام بدري. ودي الطريقة اللي بتتعامل معنا الحكومة، قوانين تشكمنا تنيلنا بدري وإنجازاتها ما بنشوفهاش لأنها عبارة عن حواديت خيالية قبل النوم، بيد تايم ستوريز. على فكرة القناة اللي بيتكلموا فيها عن النوم بدري وقفل المحلات دي بيكمل لوش الفجر. بس للأسف احنا شعب نوتي شقي، ماما قصدي الحكومة فاكرة ان احنا اول ما يتقفل علينا باب اوضتنا هننام من سكات، بس للأسف ده مش هيحصل. يا اما بال 80 مليون ب 160 يا اما هيحدث حالات طلاق. طب هننام بدري هنتحشر هيخلفوا عيال كتير. خلف هيطلق هو كلنا هنتكون من 10 في البيوت، ولا هتتعمل بيوت سرية واماكن سهر سرية ويتعمل اقتصاد تحتي نشتغل من تحت لتحت؟ مش قلت لكم شعب نوتي؟ هم هيرجعوا يناموا بدري بس مع بعض. بس اهم حاجه بقى الحمد لله انه هيبقى عندنا اقتصاد تحتي. وانا متاكد ان الاقتصاد التحتي ده هينتعش وهيقف على حيله ومش هينام تاني. بس الكلام ده للمتجوزين، امال السناجل تعمل ايه؟ يلا ربنا خلينا النت. تطور جديد حصل في بلدنا، لان اليوتيوب ممنوع من مصر لمده شهر بقرار من المحكمه. يلا 60 دقيقه اليوتيوب والنت خالص، المهم نلاقي حاجه نعضعض فيها. العيش، المهم نلاقي العيش. في حد عضعض في الرغيف بتاعي؟ ما اعرف. ارفع اسعار كل حاجه، المهم في الاخر العيش. لكل مواطن هيبقى 3 رغيفه في اليوم، ده انت لو عملت رجيم
هتاكل اكتر من 3 رغيفه في اليوم. بلاش نمرضه. بتتنمرضوا ليه؟ انا عايشين في نعمه وكل شيء تمام اهو، وحددوا لكم 3 رغيفه كل يوم للوالي العيل. يعني تاكل في الفطار رغيف، وللراجل وفي الغداء رغيف، وللست وفي العشاء رغيف. كل يوم واحد ياكل 3 رغيفه بس. انا ما هو ده بقى رغيف قد كده، ده رغيف بكيني خالص قد كده. فين ايام زمان كان الرغيف ون بيس؟ البكيني ده بيتلبس ولا بيتاكل؟ ده بيتوزع في كل المخابز ولا في الساحل بس؟ بس احنا عندنا الحكومه لا يمكن تاكلنا حرام ابدا، مفيش بديل تاني، اكيد في بديل حلال. الحكومه مش هتسكت، اكيد في بديل اسلامي. ان الخميره الايمانيه بدات تظهر في مصر. والسمار والبذور. ده عجين جاهز. بس بنخبز دلوقتي، بنخبز الرغيف الاسلامي. اسلاميه اسلاميه. الخميره موجوده والعجين موجود ومختمر والخبازين موجودين، وبكره كله هياكل الرغيف الاسلامي ان شاء الله. العلماني اول اللي هياكله ان شاء الله. هي الناس بيجيب الكلام ده منين؟ على العموم احنا وصلنا للرغيف الاسلامي. ده اللي بشيلن ابو ربع جنيه ما عرفش يدخله المسرح. بس السؤال هنا، هل كل الحكومات بتعامل شعوبها كده؟ هل في دول بتعاني من المشاكل اللي احنا بنعاني منها؟ على فكرة انا اخويا في امريكا واقف في محطة قدام محطة بنزين من الساعة 4 صباحا، والناس ما قالتش يسقط حكم المرشد الامريكاني ولا حاجة. ده في امريكا؟ مرشد امريكاني؟ ما شاء الله، ده انتوا واصلين قوي. اهو بصوا بقى، خميس واللي زيه في وسائل الاعلام وغيرها بيبقى هو الابن البار بالنسبه للحكومه، الطفل المدلدل. ماما تقول له شيم، انا قلت المدلدل، انا مدلل، انا اسف. ماما تقول له شمال يقول شمال، ماما تقول له يمين يطلع عين اللي جابونا. اتفضل يا ميسو كمل. النكته الغريبه جدا انه لقي عامل في محطه البنزين مصري، قال له لو اعرف انك مصري كنت سلكتك من ورا، فقال له لا انت واضح انك جديد، التسليك من ورا ده ممكن يكون في مصر. فعلا تسليك من ورا ده في مصر بس. وانا بحيي اخو حضرتك على تشجيعه للتسليك المحلي الحقيقه. بس للاسف التسليك من ورا ده كان زمان، دلوقتي باللي بيحصل فينا بقينا منفذين من كل حته، من قدام من ورا. نرجع بقى للحاجه، حكومتنا ست الكل، ليه بتعمل معانا كده؟ ليه القسوه دي في المعامله؟ امنا امنا الحكومه. تقوم الحكومه تقول لا، طب تعالوا لي بقى نروح عند الحكومه تربينا من اول وجديد. احنا بنتربى والله العظيم، شعب بيتربى من اول وجديد. بالظبط، بتربينا زي ماما بالظبط. ماما للاسف هتضطر بعد كده تتدخل لمصلحتنا. طف لاف يعني. ماما هي الحل. على فكره ماما ده اختصار لقوه مكافحه الانفلات ومنع الاسفاف. ماما دي ان شاء الله في المستقبل القوه الامنيه اللي هتشيك على القهاوي، قفل المحلات، قفل التكييفات، لبس البوكسرات القطنيه وغسيل الصدر، عشان ان شاء الله في المستقبل ده هيكون مصير كل واحد فينا. ايها الساده، نقدم لكم قوة ماما. ماما ماما Boxes run toot toot toot. بالليل بيفوت toot toot. وبيفشخ فيكو toot toot. في معاد مظبوط toot 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 toot. اهو ده مواطن قاعد في الحارة سهران على القهوة فاكرها شطرة، شرب كنزين وحبس بسجارة، شرب كنزين حبس بسجارة، هيروح على بيتهم مربوط توت 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 توت. اغسلوا صدركوا واتغطوا وناموا، واللي هيسهر يلاقينا قدامه، يلبس شبشب زنوبة في سنانه، شعب ما بيجيش غير بالشلوت توت 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 توت. بعد
بعد شقلت وبعد همومه بعد ما لف ودارت اليومه شغلت تكييف توت 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 وقعد بهدومه توت 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 شغلت تكييف وقعد بهدومه ما تقوم تلبس قطن يا شارلوت توت 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 أيمن وطال، شادي ألفونس، خالد منصور، ومحمد الجرحي. أحمد الجرحي وهاني اسكندر على فكرة ومساعد مخرج، بس احنا اتزنقنا في واحد باروكة زيادة فهو القوة دي بقى هتبقى تبع وزارة التموين مش الداخلية على فكرة، وده إن شاء الله هيبقى مستقبل الشعب مع الحكومة. الحكومة مش شايفة الشعب على أساس أنه مواطن كادح شقيان، هي شايفاه بطريقة تانية خالص. المشكلة بقى لما الحكومة تاخد قرار وما يعجبش الشعب، هل من حق الشعب ان هو يعترض ولا لازم يسمع الكلام وخلاص؟ لو ولي الامر لم يأمر بمعصية وقال نغلق المحلات في السابعة والتاسعة والعاشرة، هل في هذا لما نخرج ونقول لا مش هنغلق، هل هذا فيه خروج عليه او فيه طبعاً عدم التزام بالدين وبالطاعة؟ طبعا بالتأكيد بالتأكيد لابد طاعة ولي الامر دي لابد منها. بالظبط، اوعى تعترض على اي حاجه تقولها الحكومه، اعتبرها امك يا اخي. واللي يتجوز امي اقول له يا مرسي. يبقى الشعب المفروض يرمي نفسه في حضن الحكومه ويرضى من حنانها، بس اتاكدوا ان صدرها مغسول، مش ناقصين يجي لنا احنا كمان اسال. نلتقي بعد الفاصل. بكم مرة أخرى في برنامج البرنامج. أنتوا طبعا عارفين أن احنا نوت في البرنامج من أكبر المتابعين للرئيس مرسي وإنجازاته، وخصوصا في مغامراته حوالين العالم. لكن أنتوا ما تعرفوا اللي أنتوا ما تعرفوش بقى، أن بعد لما الرئيس رجع من مغامرته الأخيرة في ألمانيا سمعوا كلامه، والحمد لله كل الدرانك اللي هناك بطلوا يعملوا درايفينج الحمد لله يعني، ودي سابقة في تاريخ ألمانيا ما حصلتش قبل كده. لكن في مغامرات مهمة تانية للرئيس مرسي، وخصوصا مع دول كنا مقطعينها من زمان. تعالوا نبتدي الحكاية من الأول. الموضوع ابتدى بزيارة عابرة لإيران، لكنها ما كانتش مجرد زيارة، دي كانت ملحمة. ملحمة قوي للدرجة دي يعني، الموضوع مش مستاهل يعني. على العموم على حسب معلوماتنا دي كانت آخر صور طلعنا من إيران، مش ده اللي بيحكم دلوقتي؟ أنا وقفت عند فيلم ألكسندر، معلش ثانية واحدة. أمال مين؟ لا يخرب بيتك، مش ده المرشد بتاعهم، مين اللي بيحكم دلوقتي؟ لا حول الله، مصر فيها شبه كبير قوي من إيران. ياه. المهم إن جه الوقت إن إيران ومصر يرجعوا لبعض تاني، وبعد سنين من القطيعة وسنينها، وبمناسبة عيد الفالنتاين، ده كان اللقاء الأول في إيران. أوه معلش، أصلهم اتقابلوا بعد شقة. اللونج ديستنس ريليشن شيبس دي بتبقى صعبة قوي يا جماعة. بس مادام مفيش فيلينجز وإن بابليك سو وات، وزي أي علاقة عاطفية بين أي دولتين لازم يكون في عزول أو عزال واقفين لهم على الواحدة، باصين لهم في كل حاجة بيعملوها. الإعلان عن تلك الزيارات الدولية أصاب الولايات المتحدة والسلطات الإسرائيلية بتوتر. توتر. ما دام حاجة تزعل إسرائيل وأمريكا يبقى كويس، صح؟ إحنا بقى هنكيد العوازل، إحنا ما يهمناش حد. وأكيد ما دام حاجة ضد مصلحة أمريكا وإسرائيل وبتصيبهم التوتر،
القوى الإسلامية هنا هترحب بالخطوة دي صح؟ لأنه في الحقيقة إن إيران دي هي الشيطان الأسود. الشيطان الأسود؟ والشيطان الأسود ده الواحد بيقابله في أي ليفل فعلا؟ الشيطان الأسود؟ مش أمريكا؟ مش إسرائيل؟ لأنه في الحقيقة إن إيران دي هي الشيطان الأسود الذي في الحقيقة يعني يتربص بأهل السنة أكثر من اليهود والنصارى. أوه يعني في اتنين ليفل قبليه، يعني في شيطان بامبي، شيطان بفيونكا، وبعدين الشيطان الأسود. في نصارى هنا؟ فلتوا انتوا المرة دي، ها؟ موطوطين في كل، طب في مسيحيين طيب؟ المهم عشان ألخص لكم الزيارة الأولانية لإيران، مرسي راح وذكر الصحابة على أساس إن كده حط عليهم، قال كلمتين ناشفين في حق النظام السوري، وفي النهاية استقباله هنا في مصر كان بيليق بهذا الحدث. يا سلام، احنا أساسا كنا رايحين نحط عليهم هناك. أصل المشكلة فيكم أنتوا، أنتوا اللي ناسين مبادئ الرئيس، ناسين مبادئ الرئيس بخصوص إيران. دي مبادئ الرئيس من زمان، من قبل أساسا ما يبقى رئيس. الأعمال الإيراني في القاهرة لن أقابله إلا إذا تغير موقف إيران بالنسبة للنظام السوري. ده كان زمان أيام ما كانت إيران بتساند النظام السوري. دلوقتي الموضوع اختلف، إن إيران دلوقتي لسه بتساند النظام السوري. يلا خلاص، يبقى طول ما النظام الإيراني بيساعد بشار مفيش تعاون، مفيش تقارب، مفيش فيلينجز، مفيش هلو. استقبل الرئيس محمد مرسي نظيره الإيراني أحمد نجاد في أول زيارة من نوعها منذ عام 1979. أوه، أنتوا رجعتوا لبعض تاني. أنا برضو قلت أنت مش ممكن تبقوا زعلين من بعض، معلش شيطان أسود ودخل بينكم. والمية في الآخر رجعت لمجاريها. كان في قاعدة مع محمد مرسي مجلس شورى العلماء، قلت له الشيعة، قال الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود. قال كده، قال الكلام مسجل صوت وصورة. ما هي دي المصيبة يا عم الشيخ، إن كل حاجة عندهم متسجلة بصوت وصورة، هم اللي ما عندهمش دم. بس أنا ما عدتش فاهم الرئيس مرسي. التفسير الوحيد إن فيه توأم شرير للرئيس مرسي، واحد بيشتم في هذا الأوباما والتاني بيقول عليه فريندز، واحد بيقول على اليهود قردة وخنازير والتاني بيقول إنه ما كانش قصده، واحد بيقول إن ما فيش كلام مع حد من إيران والتاني بياخد رئيسة في حضنه عادي، واحد جاي بالنهضة والتاني بيدور علينا زينا. المهم نجاد جه مصر وكل الناس كانت مستنية إذا كان هيرد على اللي عمله مرسي في إيران، التردي على الصحابة، الهجوم على النظام السوري. يا ترى نجاد هيجي لنا بأي وش وجاي يعمل ايه هنا؟ احمد نجاد قدم نفسه ان هو الغلبان ابن الغلابه البسيط اللي بيلبس لبس من العتبه. من العتبه؟ ايران عندها مفاعلات نوويه وبتلبس رئيسها من العتبه؟ لا عمر يا مصر الحقيقه. طب لما كنا مقاطعينهم 30 سنه كان بيجيب هدومه منين؟ لا اكيد كان جاي هنا ومحضر حاجه، عامل استعدادات، متدرب على اللي هيعمله كويس. وبياكل على الارض ويمشي من غير حراسة، وحتى بيلعب ماتشات كورة وبيقدر يجيب إجوان. اهو بالترينك ده، بالترينك ده فعلا محتاج يعمل شوبينج هنا. على فكرة انتوا عارفين في الفيديو ده اللي قطع الكورة ده من نجاد الحارس السوي بعد الماتش. بس الموضوع مش بس كورة، أكيد بعد ما مرسي علم عليه هناك هيكون الرد أعنف. بعد اللي حصل في ماتش الذهاب هناك أكيد هيبقى عنده خطة، لازم نحرص من كونتر أتاك. ناوي على إيه تاني يا نجاد؟ شايف الصبعين؟ نعم. معمولين إزاي في أثناء الصلاة؟ نعم. داخل الدائرة الحمراء، صبعين مرفوعين. إلى من يلوح الرئيس الإيراني بعلامة النصر وهو جالس بحضرة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؟ بمعنى نعم. أنه يسب أبو بكر وعمر، صبعين مرفوعين في الأزهر بس كده؟ يعني رفع علينا صبعين الدنيا اتقلبت؟ أمال لو كان رفع علينا صبع واحد كنا عملنا إيه؟
بصوا، عشان نلخص رد فعل الناس على زيارة نجاد، فكان في حالتين: حالة الإسلام السياسي وحالة الطياد المدني. ناس خايفة من الشيعة والتانيين خايفين من دولة المرشد. وده يا جماعة يودينا للتهديد وميتر. عند الإسلاميين التهديد وميتر بيبتدي بالنصارى، اليهود، الشيعة، حمدين، البلدعي، وأخيرا أختارهم شعر حمدين. أما في الطيار المدني فإيران عندهم برضو مش أقل خطورة، لأن هم عندهم التهديد وميتر بيبتدي من السلفيين، إيران، حماس، الإخوان، واللي أخطر من كل دول خالد الشاطر. الحقيقة أن أنا احترت في علاقتنا بإيران، علاقة معقدة كده. يعني بصوا، أنا مش عارف أبتدي لكم منين. بصوا، أنا هحاول أوصف لكم العلاقة دي. إيران هي اللي بتدعم نظام بشار، بس برضو بتدعم حماس اللي هم أنتيم الإخوان اللي المفروض بيعادوا إسرائيل اللي ضربت سوريا من أسبوعين ولا حد تهز، اللي مأنتمة برضو مع حزب الله المدعوم من إيران، اللي طقشة مع أمريكا، اللي مش مفهوم بالظبط وضعها معانا إيه. مرسي والله والله، بيتعبوا في الجرافيكس والله بجد. وضعها معانا ايه بقى؟ بصوا، عشان نقربكم الموضوع، وبنسبة فالنتاين وحالة اللافلافة اللي احنا فيها دي، حالتنا بالظبط عاملة زي الفيسبوك بتاع واحدة حاطة الريليشن شيب بتاعت الستيتس بتاعتها اتس كومبليكيتد. بس مع امريكا العلاقة معاها مبنية على معونات، فلوس. اسرائيل بيننا وبينهم معاهدة سلام اللي على اساسها بتجينا الفلوس. هل ممكن العلاقة ما بيننا وما بين إيران تبقى علاقة مبنية على الثقة؟ الناس دي ممكن يبقى هم اللي نثق بيهم. حتى لما الرئيس مرسي كان هناك في إيران نقلوا كلمته بمنتهى الأمانة. عندما قال مرسي إن شعبي فلسطين وسوريا يناضلان من أجل الحرية، سمعها الإيرانيون من على التلفزيون الرسمي الإيراني. إن شعب فلسطين وشعب البحرين يناضلان للحرية. لا، زلت لسان. يعني اي حد ممكن يتلخبط بالاتنين دول، سوريا البحرين، يعني مش هنيجي على دي. معلش نديهم فرصة تانية في الترجمة. وامتد التحريف لمقاطع اخرى. اننا نتضامن مع الشعب السوري ضد الظلم والقمع. اننا نتضامن مع الشعب السوري ضد المؤامرة الموجهة ضد هذا البلد. وحدة المعارضة السورية ضرورة. نأمل ببقاء النظام المتمتع بقاعدة شعبية. لا، ده كده يبقى بقى. لا بصوا بقى، بلا فالنتاين بلا نيلة، احنا قررنا ان احنا نرد على نجاد. عندك انت طلع دي يا ريس، مش احمد نجاد جه اتكلم هنا؟ احنا هنشطفولك. دي بقى الترجمة بتاعتنا. يا ابن اللئيمة، والله يا ريس كان بودي اخدم، بس هو ما اتكلمش، بيرفع صوابعه بس. في الاخر العلاقات الكومبليكيتد دي تقول لك ان هو كله بيمثل على كله. ايران شيطان اسود ولازم نقطعهم عشان شيعة، عشان بتساند بشار، مع ان احنا واخدين معونات من الصين الكفرة اللي برضو بتساند بشار. الثورات في العالم العربي بتتحسب ثورة حسب انت شيعة ولا سنة. البحرين عند ايران ثورة، عندنا احنا فتنة. سوريا عندنا ثورة، عند ايران مؤامرة. قول لي طائفتك ايه وانا اقول لك اذا كان من حقك تعيش ولا لا. اما بقى في قمة المؤتمر الاسلامي اللي لسه خلصانة دي، فدي كانت قمة لدين واحد وما حدش فيهم طايق التاني. وتيجي تقول لي احنا امة المليار، احنا عددنا كبير بس احنا اكبر عدو لنفسنا. نراكم بعد الفاصل. ايها السادة، مسار اجباري.
يلحقهاش وملحقهاش. أنا سلمت سبت العفر على دقني وصدقني الدنيا دي حاجة ما تسواش. أنا تعودت أحلامي أشوف عبدك قدامي ملحقها وملحقها. أنا سلمت زبد العفر على دقني وصدقني الدنيا دي حاجة ما تسواش. بعد مصاري كبيرة يا جماعة هاي. معانا مصاري كبيرة النهاردة. أنا أول مرة أسمع الأغنية ديت. أنا حاوي. الأغنية ديت أنتوا لسه نزلينها؟ هل ده ألبوم جديد؟ لا دي أغنية قديمة جدا. والله؟ أنا اللي جاهل. أنا آسف. من سنتين كده. لا بجد؟ بس أنت ما تقولش على نفسك أنا حاوي وبتاع عشان. ليه؟ أصل هو يعني هي دي موجهه للعالم بتوع تونس والمغرب والجزائر. حاوي عندهم غير حاوي عندنا خالص. ليه حاوي عندهم تبقى عامله ازاي؟ حاوي عندنا احنا ساحر. تمام. وغالبا بيبقى راجل قوي. تمام. حاوي عندهم اوكي شيمن. 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 صح. تمام تمام. انا يعني الفرقه بتاعتك على فكره فيها مواهب متعدده. انا اتقال لي ان واحد عندكم امين شرطه. يعني مش امين شرطه ورائد شرطه الحقيقه. بجد في سلاح ايه؟ كان امن مركزي. كان امن مركزي. هو جايب اليونيفورم بعد ما قصه. طب كويس الحمد لله. طب احكي لنا هل انتوا عندكم البوم جديد؟ عندكم ريليز؟ عندكم اغنيه سنجل هتنزلوها؟ احنا عندنا فيديو كليب هننزله قريب اللي هي بقيت حاوي. بقيت حاوي نازله امتى؟ ان شاء الله في خلال الاسبوع ده. ان شاء الله على اخر الاسبوع ان شاء الله. وعندنا الالبوم ريليس ان شاء الله برضو في خلال الاسبوع ده. اسمه ايه الالبوم؟ ايه الخبر. ايه الخبر. ايه الخبر هو عنوان الاغنيه الجايه لمسار اجباري. قال يا الجرايد اعلنت للخريجين والخريجات اشغال كتير راتب كبير حاسب لا يوم عقلك يطير مطلوب خبير يحكي حكايات او سمكري يعرف لغات يعزف كمان وكورديون يكسب عشان يفتح صالون اصل وفهم بالحلاق والحلق والسواق عشان كده بيعرف يسوق اصله كان خريج حوم خريج جديد فرحان سعيد والليله حلوه الليل عيد والعيد اكيد محتاج فانوس ويجيب منين معهوش فلوس لكن في ايده جوا السفر والحل ده كان معتبر سافر عشان عايز يكون خد دكتوراه غسل الصحون
خارجين والخارجات أشغال كتير راتب كبير حاسب لا يوم لا كبير مطلوب خبير يحكي حكايات أو سمكري بيعرف لغات يعزف كمان وكورديون يكسب عشان يفتح صالون أصله فان بالحلاقة والحلاقة والسواقة عشان كده بيعرف يسوق أصله كان خريج حوم خريج جدي فرحان سعيد وليلة حلوة الليل عيد وليلة أكيد محتاج فانوس ويجيب منه نعمل فيه جوا السفر والحل ده كان معتبر سافر عشان عايز يكون الدكتوراه غسل الصحون شيخ البلد ألف ولد غسل ولد ساب البلد والحل ده كان معتبر يقرا الخبر يقرا فوق كله ايده فوق شيخ البلد لف ولد بس الولد ساب البلد والحل ده كان معتبر اقرا الخبر اقرا الخبر شيخ البلد خلف ولد بس الولد ساب البلد والحل ده كان معتبر اقرا الخبر اقرا الخبر شيخ البلد خلف ولد بس الولد ساب البلد والحل ده كان معتبر اقرا الخبر اقرا ده الشمس
نفسي مهما تغيب يفضل شروقها نصيب لو حتى كنت غريب حضن القلوب يتمد وافتح بيبان الصمت واصرخ بصوت مسموع إن زاد عليك الصبر خلي الجبين مرفوع شكرا يا جماعة، شكرا الحلقة، إن شاء الله، باي باي.